اوكي، في حدا بعد ما بعد الامتحان؟ افتح الكاميرا. سوف نتابع في هذه الحصة نص أسئلة نص في ليلة عاصفة، قراءة صامتة للنص قبل متابعة الأسئلة. اوكي، 13 تلميذ بعثوا لي صورة الامتحان على الواتساب. مين بعد ما بعث الامتحان على الواتساب صورة؟ عثمان ما بعثت لي صورة الامتحان على الواتساب. بعدت بدي ابعت على الواتساب. يلا حبعت. قراءة صامتة للناس. احكوا مع رفقاتكم على الجروب اللي عاملينه ليفوتوا كلهم، لانه خلص الامتحان في تلاميذ بعد ما فاتوا. بس عندي معي انا 9 تلاميذ، ابراهيم. اوكي، اوكي عثمان ما بتقدر تصور الامتحان وتبعت صور، بيكون تليفونك مليان كتير صور واشياء، حاول انك تحذف اشياء مش عايزها بالتليفون وصور الامتحان وبعته. نجاوب، نفتح الكاميرا. احكوا مع رفقاتكم، في كتير بعد ما فاتوا. عايدة مش معنا. ماريا، تمارا، وينه؟ اوكي ما مشكلة، ابعتوا اي سكول. اوكي ما مشكلة، مهم تبعتوا على اي سكول او واتساب.
تأكدوا إنه صورتوا كل الامتحان أحسن ما يكون في سؤال ناقص، أوكي؟ يلا نتابع أسئلة هذا النص. طبعاً نحن وصلنا إلى سؤال مهم جداً الذي هو الكلام الخبري والكلام الإنشائي. السؤال الأول في أساليب الكلام من أهم الأسئلة، غلب الأسلوب الخبري على الأسلوب الإنشائي في هذا النص، ومع ذلك لم يخلو من الأساليب الإنشائية. ما المقصود بالكلام الخبري والكلام الإنشائي؟ نعم يا سيرين. الكلام الخبري هو الكلام الذي يمكن أن يحمل. ما سمعت أبداً يا سيرين، صوتك كثير واطي. ماي نعم. الجملة الخبرية هي الجملة التي تتضمن ماذا؟ مبتدأ أو خبر؟ ليست هي جملة اسمية، ممكن تكون جملة تتألف من فعل وفعل مفعول به، ولكن جملة خبرية. مش المقصود فيها أنه جملة اسمية. الجملة الخبرية هي الجملة التي تتضمن خبراً يخبرنا به الكاتب، يعني عندما يقول أنا مريض الكاتب يخبرنا بأنه مريض، قد يكون فعلاً مريض وقد لا يكون. فإذا هذه الجملة الخبرية جملة تحتمل التصديق أو التكذيب. أما الجملة الإنشائية هي جملة لا تحتمل التصديق أو التكذيب، وهي في عندي بالجملة الإنشائية ممكن تكون جملة إنشائية طلبية، جملة إنشائية غير طلبية. ضمن الجملة الإنشائية الطلبية في عندي ما يعرف ب، في عندي أنا تعريف الخبر والإنشاء الآن سوف يظهر أمامكم. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، الجملة الخبرية هي جملة تتضمن خبراً، أما الجملة الإنشائية هي جملة لا تحتمل التصديق أو التكذيب ولا تتضمن خبراً. كلام الإنشائي نوعان، الإنشاء الطلبي، يعني جملة إنشائية طلبية ممكن تكون نداء. فإذا الجملة التي تتضمن نداء هي جملة إنشائية طلبية، لأنني أنادي شخص ما لكي يلتفت، لكي يلتفت لي. الأمر، انزل، اصعد. أيضا الجملة التي تتضمن أمرا هي جملة إنشائية طلبية، لأنني أطلب من شخص ما أن يقوم بعمل، انزل، اصعد، تكلم، فأنا أطلب منه أن يقوم بشيء ما، فجملة إنشائية طلبية. أيضا ممكن أن أستخدم لام الأمر اللي هي حرف جزم لينزل مثلا. أيضا لما بيكون في عندي لام الأمر مع فعل مضارع مجزوم أيضا بيكون في عندي جملة إنشائية طلبية. الاستفهام، طبعا هون في عندي لام الأمر زائد فعل مضارع كما نلاحظ. الاستفهام، الجملة الاستفهامية هي جملة إنشائية طلبية. لماذا إنشائية طلبية؟ لأنني أستفهم من شخص ما عن أمر لا أعرفه، فالجملة التي تتضمن استفهاما أو سؤالا عن شيء لا نعرفه نريد أن نعرفه فهي جملة إنشائية طلبية، لأنني أطلب منه من خلال الجملة الاستفهامية أن يجيبني على سؤال أو أن يعلمني بشيء لا أعرفه. النهي، الجملة التي تتضمن نهيان، طبعا لكي أستخدم النهي أستخدم لا النهي مع الفعل المضارع المجزوم، طبعا لا النهي هنا حرف جزم. التمني، ليت الزمان يعود. أنا في عندي ليت هنا اللي هي حرف مشبه بالفعل، في عندي تمني، أنا أتمنى شيئا، فإذا إنشاء هنا طلبي. ضمن الإنشاء غير الطلبي في عندي التعجب، يعني الجملة التعجبية هي جملة إنشائية غير طلبية. ما أجمل الطبيعة في هذا المكان. المدح والذم،
المدح عندما أمدح شخصا ما وأتحدث عن صفاته الجميلة، نعم التلميذ المجتهد. الذم عندما أذم شخصا ما وأتحدث عن صفاته السيئة. القسم عندما، كيف القسم يعني مدح له؟ والله سأحاول أن أنجح. ترجي أنا عندما أترجى شيئا أو أرجو لعل المحبة تعود. فإذا نكتب هذه القاعدة الآن على دفتر قراءة أو محادثة ضمن هذا السؤال. يلا بنفتح الكاميرا، بدي أشوفكم عم تكتبوا. يلا بسرعة. هي جملة، الجملة الخبرية هي جملة تتضمن خبرا ويحتمل وتحتمل، يعني الجملة الخبرية التصديق أو التكذيب. الجملة الإنشائية هي الجملة التي هي جملة لا تحتمل التصديق أو التكذيب ولا تتضمن خبرا. اوكي نكتب بس حتى ابعت الامتحان للانا. يلا افتحوا الكاميرا بدي اشوفكم عم تكتبوا على الدفتر. طبعا تمارين ضمن اسئلة ناس في ليلة عاصفة. نحن اي سؤال عم نشتغل هذا السؤال رقم واحد في اساليب الكلام. بس فيك تنزل شوي لتحت؟ نعم نزل شوي لتحت. نزل شوي لتحت بس لحظة لأنه اختفت عندي الصفحة. أوكي لحظة شوي خليكم معي. بس بدي أرجع أفوت على الماوس. اوكي
سؤال. السؤال الأول في أساليب الكلام عن الأسلوب الخبري. غلب الأسلوب الخبري على الأسلوب الإنشائي في هذا النص، ومع ذلك لم يخلو من الأساليب الإنشائية. علي أن أستخرج من النص جملة استفهامية، جملة فيها نداء، جملة فيها أمر، وأخرى فيها نداء. يعني جملة إنشائية طلبية، علي أن أستخرج جمل إنشائية طلبية. نكتب الآن القاعدة. الكلام الإنشائي نوعان: إنشاء الطلبي ألف، النداء، الأمر، الاستفهام. طبعا في عندي هون أمثلة، في عندي ماذا فعلت، الاستفهام، ماذا اسم استفهام. فيك تطلعي لفوق المقياس؟ اطلع لفوق، حيرتوني. اطلعي وانزلي، تكرم عينكم. لك انا اصلا التلميذ الثامن، شو ما بيطلبوا مني بقدم لهم. بتطلبوا قلبي بقدم لكم قلبي، ما هيك؟ شو بدكم احلى من هيك؟ اصلا انتم محظوظين، صح يا انجيلا؟ طيب يلا، بما انه بتحبوني افتحوا الكاميرا لاشوفكم يا حلوين. اللي بيحب معلمته بيسمع كلمتها، صح يا ماي؟ شفتوا كيف بتنور لما بتفتحوا الكاميرا؟ يلا، واضح الخط؟ نعم. قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وبتمرق معكم بكل امتحان. يعني في الامتحان قد يطرح سؤال عن الجملة الإنشائية أو الجملة الخبرية، وتحديدا جملة إنشائية طلبية أو غير طلبية. بس طلع شوي بعد. كتبتوا عنوان؟ يعني فينا نكتب على اليمين العنوان، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. فينا نكتب قاعدة هامة.
أنهينا الكتابة؟ نعم. الآن الإنشاء غير الطلبي. طبعا نكتب الأنواع، أنواع الجمل الإنشائية مع المثال. التلاميذ بالحصة الثانية ما فاتوا معنا. بس انا هلا عم بعمل امتحان. اوكي يا ابراهيم، من الامتحان؟ واذا انت مش قادر تعمل الامتحان قدامي هون خلص اطلعوا من زوم، بس عندنا شغل هلا كثير مهم، بس تخلص بدك تتابع معنا. أنهينا الكتابة؟ لا. أنهينا كتابة القاعدة؟ لا. في حدا بعد ما خلص؟ اللي بعد ما خلص يخبرني. أسماء ما خلصتي؟ ما خلص. أوكي يلا. أنهينا الكتابة؟ نعم. لا. لا.
يلا نتابع السؤال. استخرج من النص جملة استفهامية وأوضح وظيفتها. نعود للنص. جملة تتضمن سؤالا، جملة استفهامية، وعلينا أن نوضح لماذا استخدمت أو ما هي وظيفتها في النص. الفقرة الأولى لا يوجد فيها جملة استفهامية، الفقرة الثانية لا يوجد، الثالثة لا يوجد، الرابعة أين الجملة الاستفهامية في الفقرة الخامسة يا ريم؟ هل سمعت يا أمه؟ هل سمعت يا أمه؟ يوجد أيضا جملة اسمية، جملة استفهامية ثانية. نعم يا شاهد، ما هي في الفقرة الخامسة؟ شاهد، هل سمعت صوت صراخ مستغيث؟ صوت صارخ مستغيث. هل سمعت صوت صارخ مستغيث؟ عادة الجملة الاستفهامية تستخدم للسؤال، للاستعلام عن شيء لا نعرفه. يعني هنا الفتاة عندما طرحت سؤالا على أمها أرادت أن تستعلم إذا كانت الأم قد سمعت ماذا؟ صوت صارخ مستغيث. إذن إذا نظرنا إلى الإجابة، جملة استفهامية، هل سمعت صوت صارخ مستغيث؟ أفادت هذه الجملة فضلاً عن طلب المعرفة الدهشة، الاستغراب والاضطراب لدى سماع الفتاة ذلك الصوت. يعني هي الفتاة استغربت من هذا الصوت الذي سمعته. الآن جملة فيها نداء من النص، ونذكر الغاية من استخدام النداء. ونحن نعرف بأن النداء، الجملة التي تتضمن نداء، هي جملة إنشائية طلبية. أيضا أين النداء هنا يا أماه؟ يا أماه، يا حرف نداء، أماه منادى. فإذا علينا أن نعرف بأن الجملة التي تتضمن نداء لماذا هي جملة إنشائية طلبية؟ لأنني أنا في جملة النداء أنادي لشخص ما، ألفت انتباهه لكي ينظر لي، يا أمه، فهي تسمع النداء فتلتفت، لذلك هي جملة إنشائية، أيضا جملة إنشائية طلبية. ما الهدف من هذه الجملة الإنشائية؟ جملة فيها نداء، يا أمه، أفاد النداء هنا لفت انتباه الأم. أنا عندما أنادي لشخص ما ألفت انتباه للنظر إليه، وهلع الفتاة لدى سماعها ذلك الصوت. جملة فيها أمر من النص، نعم جملة فيها أمر، رفعت الوالدة رأسها وأصغت هنيهة. علي، فعل أمر، جملة تتضمن فعل أمر. وأنا قد سمعت أيضا تعالي نفتح الباب وننظر، أوصدي النافذة. أين فعل الأمر هنا؟ أوصدي يعني أغلقي. هذه الجملة تتضمن أمرا، فإذا جملة فيها أمر، أوصد النافذة، وفي هذا الأمر طلب تنفيذ ما أرادته الأم. يعني أنا في الأمر أطلب من شخص ما أن يقوم بعمل، أوصدي يعني أغلقي. أصل الفعل في المضارع أنت توصدين، طبعا هنا حذفنا النون لأن المضارع من الأفعال الخمسة، بفعل الأمر حذفنا النون لأن مضارع من الأفعال الخمسة. نهي، وأستخدم لا الناهية التي هي أيضا حرف جزم. نعم، جملة تتضمن نهيا، جملة التي تتضمن نهيا هي جملة إنشائية طلبية.
حي فلا تخافي بل امسكي باطراف اثوابها. اين هنا الجمله اين هنا لا الناهيه؟ لا تخافي. لا تخافي، لا الناهيه تخافي فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم حذف اصله في حاله الرفع لفعل المضارع قبل ان ندخل لا الناهيه تخافينا. لا تخافي لا الناهيه حرف جزم طبعا يجزم الفعل المضارع. سوف ناخذ بالتفصيل المضارع المنصوب والمضارع المجزوم والنهي ايضا. طبعا نتحدث عن النهي، يعني انا في عندي فعل امر فعل مضارع عفوا سبق بلا الناهيه. في هذا النهي تشجيع، تشجيع الام، تشجيع الام ابنتها لتبعد الخوف عنها. فالشاب ما زال لا تخاف، يعني هي تتوجه الى ابنتها وتطلب منها ان لا تخاف. انا في عندي طلب، لذلك الجمله التي تتضمن نهيا هي جمله انشائيه طلبيه. واضح؟ نكتب الان الاجابه على الدفتر. رقم واحد جمله استفهاميه، هل سمعت صوت صارخ مستغيث؟ جمله فيها نداء يا اماه، جمله فيها امر اوصي بالنافذه، نهي لا تخافي. انهينا الكتابة؟ لا. لا
انهينا الكتابة. إذا أيضا يوجد شرح في النهاية. استخدام الأساليب الإنشائية دليل على حالة الأم وابنتها وتأثرهما لدى سماع صوت الاستغاثة، كما أن هذه الأساليب تساعد الكاتب في التأثير بالقارئ وجعله يشارك في الانفعال والتأثر والاهتمام. عادة الأساليب الإنشائية أو الجمل الإنشائية تستخدم للتعبير عن الانفعال أو حالة نفسية معينة، وهذا ما نراه في هذا النص. فإذا هذه الأساليب أسلوب الإنشائي طبعا ساعد الكاتب في التأثير بالقارئ وجعله يشارك في الانفعال والتأثر الاهتمام. أيضا نكتب هذه الفقرة الأخيرة.